بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يؤخذ من هذه الآيات أيضا كما في الحلقات السابقة من قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم إلى قوله جل وعلا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يؤخذ منها إضافة إلى ما سبق أن حفظ النفوس مما كتب على من كان قبلنا، وهو أحد الضرورات الخمس الواجب حفظها، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة القاتل واعتداءه على أخيه في مجرى أو مساق الذم له على ما صنع، وفي هذا أن النفوس يجب المحافظة عليها إلا بحقها، إلا بحق قتلها إذا استحقت ذلك، وإلا فالأصل العصمة للنفوس، وهذا من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها، وهي أولا الدين، ولذلك يقتل المرتد عن دينه، ثانيا النفس، ولذلك يقتل القاتل قصاصا، ثالثا العقل، ولذلك يجلد شارب الخمر ومتعاطي المسكرات وأشد من ذلك متعاطي المخدرات ومروج المخدرات، فإن مروج المخدرات يقتل لأنه من المفسدين في الأرض، فيجب قتله كفا لشره. وحفظ حفظ الأعراض، وذلك بجلد القاذف 80 جلدة، وجلد الزاني 100 جلدة إذا كان بكرا، أو رجمه بالحجارة حتى يموت إذا كان ثيبا، حفظا للفروج والأعراض. وكذلك حفظ المال، وذلك بقطع يد السارق، كما قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. وكذلك حفظ الأمن، وذلك بإقامة الحد على قطاع الطرق والمفسدين في الأرض إلى غير ذلك. فالله جل وعلا حفظ هذه الضرورات الخمس على بني آدم لأنهم بحاجة إلى حفظها وحمايتها لهم. ويؤخذ من هذه الآيات أن من تجرأ على قتل نفس واحدة بغير حق يكون كمن تجرأ على قتل جميع الناس، وذلك لأنه إذا استمرأ قتل نفس واحدة تدرب على قتل النفوس الكثيرة، وإذا امتنع من قتل نفس واحدة احتراما لها امتنع عن بقية الناس، ولأنه يكون قدوة لغيره، يكون قدوة لغيره. فإذا احترم النفوس وحفظها فإنه كمن أحيا الناس جميعا،
ومن تجرأ على نفس واحدة أو كمن تجرأ على النفوس جميعا. ويؤخذ من هذه الآيات أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، كقوله جل وعلا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول قسط من دمها، لأنه أول من سن القتل. كما يؤخذ من هذه الآية أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة. ويؤخذ من هذه الآيات أن من حافظ على نفس واحدة فهو كمن حافظ على جميع الناس، لأنه سن لهم سنة حسنة كما سبق. يؤخذ من هذه الآيات أن بني إسرائيل لم يردعهم ما سبق مما كتب الله عليهم من احترام النفوس وحقن الدماء، فإنهم عاثوا في القتل بغير حق حتى وصل الأمر بهم إلى قتل الأنبياء، فقتلوا يحيى عليه السلام، قتلوا أباه زكريا، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام فأنجاه الله منهم، وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم فأنجاه الله منهم. ولهذا قال: ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. كما يؤخذ من هذه الآيات أنه ليس كل بني إسرائيل يلحقهم الذنب، لأن منهم من هو مؤمن بالله واليوم الآخر، فمنهم من مات على الدين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أدرك محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه. أما من أدرك محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ولم يتبعه فهو كافر وخالد مخلد في النار. ويؤخذ من هذه الآيات التحذير من الاقتداء بالكفار وبأهل الكتاب، تحريم التشبه بهم، لأن الله ذكر لنا صفاتهم الذميمة من أجل أن لا نتشبه بهم. قال صلى الله عليه وسلم: أتتبعون سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني من هم غيرهم؟ أخرجاه في الصحيحين. وهذا من باب التحذير منه صلى الله عليه وسلم، أن نعظمهم وأن نحترمهم وأن نقتدي بهم وأن نعتبر ما يصدر منهم أنه من الكمال. فهذا فيه التحذير لنا من أخلاق بني إسرائيل. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.